وصلنا بيزا. ده كبير قوي يا جدعان. بيزا سنترالي عشان اشوف. انا ما احب، انا ما يعجبنيش الحال المايل، عشان كده جاي ارجع برج بيزا المايل الوضع فهموا ما قاموا يعني. عشان كده جايين على بيزا. جراسيا سينيوري، جراسيا سينيوريتا، هناك بيزا. وصلنا، بس الناس هنا محترمين قوي يعني. الناس لابسين بنطلونات غريبة قوي يعني، في ايطاليا ولابسين بنطلونات. ندور على برج بيزا المائل للطريق البيزاوي، وانا مسافر قبلتني صبية حلوة قوي يا بيزا قوي. مبنى بلدية في مدينة بيزا، وهنا بقى المثل الحقيقي اللي احنا ممكن نقوله في كل مكان. ايه هو؟ كل الطرق تفضي لبيزا لروما. بس شايف الأناقة والحماقة. مدينة بيزا بقى، خليني احكي لك. هي كانت في اربع ممالك كبار، عائلة ميديشي بفلورنس وبميلانو وبلوكا وبيزا. بيزا ضلت فترة طويلة جدا بعيدة عن الحكم الفلورنسي او الروماني. الروماني كان زمان وبعدين الفلورنسي. المهم عشان كده كل مدينة في إيطاليا تختلف عن التانية تماما، شكل البنايات، لأن كل واحدة كان ماسكها عيلة مختلفة، والعيلة دي بتحب يكون العمار تبعها مختلف عن بقية الأشكال في المدن التانية. تمام؟ فالبرج بيزا ده ما كانش معمول على أساس إنه هو يطلع مايل، ولكن الأرض بتاعه غطس فيها شوية فمال. تمام؟ فجاليليو جاليلي العالم الكبير كان بيكتشف ان الارض كروية تدور حول الشمس. من واو، اهو 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 برج بيزا المايل، اهو مايل فعلا. هنعدله يا ده كبير قوي، ويطلع في الصور صغير بس ده كبير قوي، ده كبير قوي يا جدعان، حاجة خرافية خرافية. ومايل فعلا يعني. تعال ناخد صور وبعدين ندخل البتاع ده. كل العالم واقفة بتصور وهي بتشيل ابو البرج. كل العالم واقفة بتصور. طبعا احنا بقالنا فوق الساعتين واقفين مستنيين دورنا نخش. مشينا ورجعنا ولسه دورنا ما جاش، ولسه عندنا نص ساعه كمان للاسف يعني. سوري، حلوه اللي بتاخد صوره دي. ترى يستحق كل الوقت اللي استنينا ده، كله 3 ساعات تقريبا مستنيين. يا هل ترى يعني شيء لا يصدقه عقل، تدري اي حاجة يعني ضخمة جدا جدا جدا. من جوه فظيعة فظيعة فظيعة. طبعا احنا بيزا كانت مملكة دوقية زي دقية فلورنس وميلانو ولوكا. هدول الأربعة اللي كانوا بيتنافسوا على المنطقة دي، كل واحدة كانت تتنافس مين يبقى يعني الأقوى فيهم. فالقوة مش من إن أنا قوة عسكريا، لا، القوة إن أنا أبني حاجة أعظم من الناس التانيين. فيجيبوا بقى الدحاتين والرسامين من كل أنحاء العالم وكده، ودول بيتدرجوا.
الكاتدرائية تبع اللي هي البرج تبعها اللي هو بيكون برج بيزا. كمان حاجة ضخمة قوي قوي قوي. بدينا نشوف رسومات مايكل أنجلو. مين المدفون هنا؟ اوكي. السلام على السيد المسيح مريم العذراء. السلام عليكم. يا بتزق ليه طيب؟ ليه كده؟ ما يطلع كده. ايوه ما احنا رايحين فين؟ ما ب 2 يورو ده بيحكي لك قصه المكان. حط شوف احنا هنا. ادي المكان اللي احنا فيه، البرج كاتدرائية وصغير. دخلنا جوه البرج. مفيش اسانسير. وهو برج بيزا المائل. وقف شوية، الأرض مايلة. مش قادر. بعد ما وصلنا صورة بانورامية لمدينة بيزا من فوق. بيزا البرج معمول سنة 1000، بنى 1135 وخلص بناؤه 1270، يعني بقى له تقريبا 800 أو 900 سنة. بناؤه المعماري جيوفاني بيزا. تمام. هو كان معمول على أساس برج كنيسة، ولكن فضل يميل حتى بعد هما بيبنوه فضل يميل. الناس نطوا من فوقيه كتير ايام الحرب العالمية الثانية، وقعوا كل الابراج في المنطقة، وكان ده كان اخر برج عشان ما يكونش فيه قناصة لما يدخلوا على بيزا، لكن الحمد لله ما وقعهوش. تمام. هنطلع طبعا، مش دافعين 18 يورو ما نطلعش. وبعدين موسوليني امر ان هو يعدلوه، يصبوا الصبات مشان يعدلوه. بدل ما الصبات تعدله قام تزود غرزه في الارض ومال اكتر، قام وقفوا التعديل، ما قرروش يعدلوا تاني بعد كده. بس بيزا طلبت مساعده دوليه في ان هو ما يقعش من سنه 1980 لغايه دلوقتي. ممكن يقع النهارده. تعال نجرب نطلع. ضيقه قوي في العالي. كده أعلى. يا حلاوة يا حلاوة. الناس صغيرين صغيرين صغير. وصلنا للقمة ولا لسه؟ قربنا نوصل للسماء. برج الكنيسة. الأرض مايلة، أنا خايفة. شيء برج بيزا. Don't walk under the bells. كأنه بيقرأ أفكار. مدينة بيزا الأرض مايلة. طبعا اشهر حاجه في المكان هنا ان جاليليو جاليلي لما كان اكتشف ان الارض كرويه كان بيعمل كل تجاربه من البرج ده، يطلع فوق ويرمي حاجه ويشوفها ما نزلتش في نفس المكان. الارض بتلف والجاذبيه، ان السقوط
الجميل ده وانختمنا مدينة بيزا. اعتقد مش البطارية هتفضى، كان في حاجات تانية عايز اصورها بس البطارية هتفضى، ما فيش حظ. ونراكم على خير في المدينة اللي بعد كده من ايطاليا، يمكن تكون فينيسيا. نشوف يا فينيسيا يا روما. دعونا نوصل السلامة يا رب. باي.